ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج القوس هنتكلم على اهم الاشياء الساره الموجوده بالنسبه لك خلال شهر مايو لعام 2022. برج القوس احنا عندنا اشياء ساره كتير جدا، عشان كمان حاجات مختلفه، عشان ان احنا عندنا شهر مختلف جدا من الناحيه الايجابيه، انتقال مهم كتير ما بيحصلش الا بالسنين، وهو انتقال كوكب المشتري لبرج الحمل. هو هيكون موجود في برج الحمل من سنه 23 بشكل طول السنه، بس اللي اقصده ان هو بينتقل في السنه مرتين وبعد كده يرجع تاني يعني. بس هيكون عندنا فترة كتير مميزة قوي، هو شهر مايو ويونيو ويوليو. لكن برج القوس انت عندك تأثير ان المشتري يكون بالنسبة لك في برج الحمل المنزل الخامس، ده بيكون اضافات كتير متميزة ليك، وقدر هايل من النجاحات والفرص العظيمة اللي هتقابلك جدا خلال الشهر ده. الشهر ده على قد ما هو، انا اسمي الشهر ده بالنسبة لك تصحيح مسار حقيقي، لان برج القوس انت فعليا بتحاول تصلح حاجات كتير في حياتك، وبتكون قادر كتير على التصليح واخذ الخطوات السليمه والايجابيه. طيب خلينا ان احنا نتكلم على اهم الاشياء الساره. نبدا الاول بالتاثيرات العاطفيه، لان كوكب الزهره برضو موجود ببرج الحمل من يوم 2 في الشهر، اول يوم يوم واحد مش هنحسه لطيف بالمره، مش هنحسه ان هو لذيذ ولا لزوز. هو هيكون انك بتكتشف حاجه مهمه جدا جدا، وممكن يكون في اجراء عاطفي مميز تعرفه، فتبدا تتخذ القرارات بدايه من يوم 2 في الشهر. خلوني اكلمكم على الوضع العاطفي بصوره مفصله اكتر. ان احنا عندنا للناس اللي هم مش مرتبطين هيكون عندك في بدايه عاطفيه، في اهتمام، في مشاعر جديده، في حاجه بتتولد كاهتمامات او مشاعر ما بينك وما بين شخص اخر. بتقدر ان انت تقابل شخص فبيحصل فيه ما بينك وما بينه انجذاب خطير جدا ومميز، فبتبدا ان يحصل فيه تكوين علاقه، في اتفاقات، في خطوبه، في زواج، في جو الرجوع جدا جدا. لكن في انفصال. هو الانفصال دلوقتي بقى اشياء ساره؟ تعال هقول لك ازاي. احنا عندنا الاجواء العاطفيه رجوع وبدايات عاطفيه وتحسن في العلاقات العاطفيه ونسبه مواليد عاليه جدا على فكره، لكن اكلمكم دلوقتي على المواليد والاولاد، لكن عندنا نسبه انفصال او طلاق، بمعنى ان هيكون يا برج القوس في مشكله ما بينك وما بين حد، او انك تكتشف من الاخر ان انت في حاله تلاعب، او هتكتشف خيانه شخص، او هتتاكد من سلبيه شخص، او هتتاكد ان انت مش الحب الحقيقي لشخص. هيبقى في استغلال، في حاجات سلبيه بتكتشف، فبعد اكتشافها بيتم اجراء نهي العلاقه، وبعد ما بتنتهي العلاقه بتبقى مبسوط، بتحس ان انت خدت حريتك، بتحس ان هو ده المفروض القرار اللي كنت اتخذته. كمان العلاقات اللي كان فيها صعوبة انفصال هيكون فيها تيسر في الانفصال، فهيبقى فيه يعني تسهيل في الامور الخاصه بالانفصالات. كمان المشاكل العاطفه، المشاكل اللي هي بعد الانفصال هتبقى فيها كتير من الحلحله المتعلقه مش بالرجوع، المشاكل متعلق ان احنا نهايه المشكله بانك تحصل على الحقوق. لكن في مشاكل ما بيننا احنا الاثنين كمشاكل عاديه، اللي هي المشاكل اللي هي بتاعت اي بيت في الدنيا، عارفين ده اللي هو المشاكل اللي هي سهل الحل، دي هتكون سهل الحل وسهل تعميق العلاقات كمان. يعني يبقى ان احنا الخلاف اللي هو بحب الزياده ده، عارفين، فده يبقى موجود كتير، غير المشاكل الثقيله اللي فيها حقوق والجو ده. طيب بالنسبه لي نقطه تانية كتير مهمه جدا، طبعا زي ما وضحت لكم ان انت هتكتشف حقيقه الشخص اللي معاك جدا، فهيبدا يحصل في انفصال بسبب هذا. عندك اكتشاف الشخص قوي، فدي موجوده جدا، يعني زي ما في حب وفي مشاعر وفي علاقات وخطوبه وزواج ووي، في نهايه لعلاقه سيئه، لعلاقه سيئه، لعلاقه خبيثه بتنتهي، تمام. وانا اشوف ان دي من اهم الاشياء الساره على فكره. طيب برج القوس، النقطه الثانيه اللي انا قلت لكم اتكلم عليها بتاعت المواليد بقى، طبعا احنا عندنا الفترة دي للناس اللي هي كانت مستنية الأربع شهور وعشر أيام الأولانيين كمان من شهر مايو مواليد، كتير كان مستني نسبة مواليد، كتير كان مستني تصالح مع الأولاد، مع الأب والأم، إنه يرضوا عن علاقة عاطفية. ده بيكون بالنسبة لكم شيء صار كتير، لأنه بيتم يعني بإذن الرحمن هيكون في فرحة متعلقة بيه، ذرية موجودة لأصحاب برج القوس. إحنا بالنسبة لنا ده المنزل الخامس، منزل الأطفال أساسا، فيكون عندنا نسبة مواليد، نسبة كبيرة
من الـ في فرحة، في فرحة تخص أولادنا، في فرحة تخص مواليد، فترة فيها خصوبة جيدة جدا لأصحاب برج القوس، فيها مواليد، فيها بداية مواليد، فيها خبر سار يخص أولادنا جدا، فيها تقارب وتصالح ما بيننا وما بين أحد الأولاد أو الأخوات أو الأب والأم. طيب في ده بالنسبة لبرج القوس كنقطة كده كتير مهمة. النقطة الثانية المتعلقة بالأشياء السارة وهي التصالحات العائلية، لأن هيكون عندك إنك بتكتشف أمر ما هام جدا المتعلق بإيه، وعي متزايد يخليك إن أنت تشوف الصورة الذهنية بشكل كتير صحيح للآخر، وكمان عليك أو هتكون قادر على توضيح الصورة الخاصة أو المتخذة عنك، يعني هتقدر تصحح الأخطاء، فبالتالي يحصل فيه توازن، فيحصل فيه تصالح في العلاقات، يحصل فيه انسجام في العلاقات. فإذا في ود، في تقارب، في تصالحات، في أقدر أقول أجواء بتكون مميزة أكثر، في لطف في العلاقات العائلية والصداقة وعلاقات اجتماعية بمعنى أصح، في تودد، في تقارب، في تواصل، في اتصالات. زائد كمان إن هيكون عندنا أشخاص اللي حوالينا بيدعمونا، هيبقى بيدعموكم بنصايح مهمة، نصايح تفيدكم كتير، حاجة تخصكم جدا. حاولوا كتير تسمعوا من نصايح الناس اللي حواليكم، لان هيكون في خلال النصايح دي افادة كتير ليكم، سواء بقى في امر ما، سواء في ان انت حد ينصحك فيه ان انت تتراجع عن فعلة معينة او تصرف معين، او ان حد يقولك لا خلي بالك من الموقف ده، خلي بالك من الشخص ده، خلي بالك من الامر ده، اتجه للمشوار ده. فعندك نصايح متعلقة بهذا الشأن جدا يا برج القوس، حاول كتير انك تستمع لأحد النصائح المقربين سواء أصدقاء أو عائلتك، لأن هيكون فيهم كتير خير. أنتوا بالفعل عندكم دعم من مقربين، دعم بنصائح، دعم بقرارات، دعم كمان بمواقف فعلية، وده هيكون من الأشياء الداعمة كتير لبرج القوس. برج القوس عندك عمل مهم جدا أو مشروع مهني، أو عندك فيه شراكة مهنية بتكون ناجحة كتير، أشخاص هيكونوا مشاركين للعمل، العمل الجماعي هيكون فيه أخبار سارة، هيكون فيه نتيجة سارة، في مكسب سواء اسم قوة، سواء حاجة متعلقة ب مثلا فكرة اللي هو كسب مالي، يعني تكسب من الناحية المالية. فإذا برج القوس عندنا أجواء مهنية رائعة جدا وتحقيق مكاسب كتير قوية. النقطة اللي بعد كده العروض المهنية، لأن بالفعل هيكون عندنا عروض متميزة كتير في الأجواء المهنية، وده هيكون شيء كتير بنبقى فرحانين بيه، او اللي هو هيبقى حاجة بتفرحك العروض المهنية. في بقى من اهم الحاجات اللي هتبقى موجودة بالنسبة لك، وهي انت في امور سلبية انت ماشي فيها يا برج القوس، في قرارات سلبية، ويمكن كمان في ابريل تعرضت ليه اشخاص بتنصحك عن تراجع عن فعل عن امر سلبي. الفترة ده بتاعة شهر مايو خاصة من بعد يوم 10 هيبقى عندك ان انت بترجع عن الامر السلبي ده، مع ان حاجة كانت معاكسة لارادتك، يعني انت في امر سلبي انت حبه قوي، عارف فكرة اللي هو ده غلط بس انا حابب الموضوع ده، ماشي فيه عشان انت حابب، مش عارفة ايه. هيكون عندك ان انت بتقدر تمسك نفسك وتقدر تمشي في الطريق الصح، اين كان بقى الامر الغلط ده ايه. على فكرة ممكن تكون علاقة عاطفية غير سليمة، ممكن يكون شخص مستغلك وانت عارف بس انت مش عارف ايه، ايا كان بقى موضوع ايه الخطأ يعني. فيكون عندك تراجع عن امر سلبي، فكرة ان انا اسيب الامر السلبي واتجه للامور الايجابية، هو ده السعادة بحقها، هو ده الفرحة بالنسبة لك، ده الشيء السر انك قدرت، انك انت لما عارف، لما تبقى انت مثلا حاجة حاسس اللي هو انا باجي على نفسي مش عارفة ايه تبقى منكسر، لما انت بتبعد عن كل ده وتفوق بتحس ان انت فوقت، تحس ان انت شخصية، ده الموجود عندك كتير يا برج القوس. ده بعض من الاشياء السارة على فكرة، مش كل الاشياء السارة، ولكن انا بتمنى كتير اني اكون فدتكم، عشان مش عايزة اطول عليكم. التوقعات الاسبوعية بنتكلم بشكل تفصيلي اكتر على الاشياء السارة ونصايح وتوقعات الاسبوعية. ما تنسوش اللايك وشير الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس. سلام.